السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين الحساب المثلثي، أو بقياس زاويتين متتامتين بسط ما يلي. إذا قبل ما ندوزو للتمرين نذكركم بواحد الخاصية اللي سبق لكم باش شفتو. إذا عندنا هاد الخاصية كتقول لك إلا كان عندنا ألفا زائد بيتا يساوي 90، أي زاويتان متتامتان، فإن الكوز ألفا كيساوي السين ديال بيتا، والسين الفا كيساوي الكوز بيتا، والطنجون الفا كيساوي واحد على الطنجون ديال بيتا. اذا هذه هاد العلاقات غنستعملوهم في التمرين هذا. اذا نحاولوا نبسطوا التعبير ا. اذا عندنا ا و بي زاويتان متتامتان، اذا ا و بي زاويتان متتامتان، ماذا يعني هذا؟ يعني ان سين ا تساوي الكوز ديال بي، وكذلك الكوس ديال ا يساوي السين ديال بي. هنا ما عنديش طنجونت، ما غاديش نحتاجها. اذا ناخذ التعبير ديالنا، اذا ا تساوي جذر جوج. اذا ممكن، اذا عندنا سين ا قلنا تساوي كوس بي، اذا كنعوض سين ا بكوس بي في العلاقه واحد. اذا كوس بي مضروبه في كوس بي، اذا كنعوضو سين ا كنعوضوها بالقوس ديال بي، زائد اثنان. كنعرفو بان السينوس ديال 45 راه هي جذر جوج على جوج، اذا هادي جذر جوج على جوج. في كنعوضو كذلك القوس ديال ا كنعوضوها بسين بي، اذا القوس ا كنعوضوها في العلاقه الثانيه بسين بي، اذا غتجينا سين بي، ونعوض الكوس ا بسين سين بي. اذا نبسطوا هذه الكتابه اللي لقينا. اذا جذر جوج الكوس بي مضروبه في كوس بي هي الكوس كاري ديال بي، زائد عندنا الامكانيه الاختزال بالعدد اثنان، اذا كيبقى لنا جذر جوج سينوس بي في سينوس بي هي سينوس كاري ديال بي. اذا ممكن نعمل بجذر جوج، عندنا عامل مشترك، اذا نعملو بجذر جوج. في الحد الاول تيبقى لنا كوس كاري بي، وفي الحد الثاني تيبقى لنا سين كاري بي. وحنا كنعرفو بان الكوس كاري بي زائد سين كاري بي تساوي واحد، اذا جذر جوج مضروبه في واحد، وبالتالي ا تساوي جذر جوج.